انضم معنا الأكاديمي والمستشار في الإدارة والتسويق الرياضي الدكتور مقبل بن جديع. دكتور مقبل مساء الخير وحياك الله معنا. بداية، هناك إيمان قوي وواضح من القيادة بالشباب أو الاهتمام بالشباب والرياضة، ولا شك كان ذلك واضحا في الدعم القيادة للشباب على جميع الأصعدة. تعليقك دكتور مقبل. شكرا بحضور أولا، حياك الله. هذا الشيء واضح وإحنا محظوظين بقيادة حكيمة أطمس الحمد على كافة الأصعدة، الحكومي للشباب الوطن في المناشط والرياضة بشكل أخذت حيز كبير من الدعم. وحقيقة يعني مهما يعني قلنا نظل عاجزين عن أن نشكر هالقيادة اللي غايبين علينا إن شاء الله. آمين. ما الأثار الإيجابية الواضحة للعيام من ذلك الدعم دكتور مقبل؟ والله الأثار واضحة. إحنا يعني اللي تابع الوسط الرياضي الفترة الماضية والدعم اللي تم خلال خلينا نقول لك الثلاث أو الأربع أشهر الماضية، وعلى سنوات طويلة حقيقة الدعم لم يتوقف، لكن الدعم اللي صار نوعي، الدعم اللي صار للأندية بطريقة صارت حقيقة منظمة ومنهجة، قد ما تعمل كنادي تحصل على حوافز وأمور مالية وفي دعم مباشر، هنا الأثر، وهنا الأثر الإيجابي اللي راح يبان بشكل أكبر. يعني لو تشوف اللي قاعد يصير من هيئة الرياضة والتواصل المباشر مع الأندية والزيارات والتأكد من الحوكمة اللي قاعدة تصير الآن ويحاولون يفعلونها تمهيدا لما هو آت اللي هو الخصخصة اللي أنا أتوقع أنه إن شاء الله هدف بات قريبا بإذن الله. هذا كان سؤالي لك وسبقتني دكتور مقبل، هل الخصخصة راح تكون قريبا؟ والله أنا على الأقل من خلال متابعتي ومعرفتي باللي قاعد يصير أتوقع أنه قريب وقريب جدا إن شاء الله، من خلال التواصل اللي قاعد يصير بين هيئة الرياضة وبين الأندية. يمكن أنت لو ترجع بالذاكرة تقريبا بضعة أشهر راح تشوف التكليف أو تكليف الإدارات للأندية التغى تماما، وحل عنها يعني بدل عنها يعني اللي هو قضية مجالس الإدارات أربع سنوات وانتخابات، وكانت في وقت وجيز، وهذا حقيقة إنجاز. يعني من زمان ما شفنا الأندية تكون بهالشكل، وكان فيه أنظمة وشروط على كل نادي، وكل مجلس إدارة صار ملزم بالنادي أمور مالية، وأصبح مفروض على الأندية الحوكمة. صحيح أنه الأندية ما هي جاهزة لهالموضوع، ولكن موضوع الدعم المالي اللي يعني قدمت الحكومة الرشيدة تقريبا قبل شهرين وثلاثة، مليارين ونص وزعت ما بين الأندية دعم مباشر ودعم غير مباشر ارتبط بالحوكمة. وفي زيارات أنا قاعد أشوف عن قرب كثير من الأندية يكون في زيارات شهرية من هيئة الهيئة العامة للرياضة. نعم دكتور. دليل واضح أنه الخصصة باتت إن شاء الله قريبا، وهذا نعم. تهيئة لهالمجال. نسأل الله أن يديم علينا الأمن والرخاء والاستقرار. الدكتور مقبل بن جديع المستشار والأكاديمي في الإدارة والتسويق الرياضي، شكرا جزيلا لك.